احنا اتينا لبارضاو كل المناطق المتاثره في اويل الجنوبيه. احنا جينا ولقينا المواطنين في حاله مزري حقيقه. وفي هذا العام كالعاده احنا بنقول انه ناسنا كانوا زرعوا بطريقه كويسه خالص، الا انه الكوارث الطبيعيه عادت لتاثير كل المحاصيل كان مزروع في المناطق دي. فالان الشعب تعبان جدا من هذه المنطقه نسبه للفيضان اللي جات مبكرا، وكذلك وصول الامطار بطريقه غزيره جدا جدا. احنا في منطقه بانطاو الان الناس محتاجه لاشياء كثير جدا، محتاجه للاكل، محتاجه للقيم، محتاجه للنفسيات، والناس محتاجه لحاجات انسانيه. احنا بندعو العالمية والوطنية وكل أبناء شمال بحر الغزال الحادبين لأنه يقدموا الأمن والمساعدة للشعب في المناطق المتعسرة بالفيضانات. نحن الآن قدامنا أطفال صغار وأجهزة، يعني أوضاع بتوعهم ماسية جدا جدا، تحتاج للتدخل العاجل. احنا برضو بندعو وزارة الشؤون الإنسانية في الحكومة المركزية وكل الإخوة في الحكومة المركزية أن ينظروا الحالة والوضع الموجود في شمال بحر الغزال. كذلك في اللجنة تكون قبل أيام عشان ينظر للكوارث اللي حدث في كل المناطق في جنوب السودان. أنا أرجو إنه اللجنة دي تحاول تسرع وتجد في شمال بحر الغزال عشان يشوف الوضع اللي الناس فوقه. الوضع الموجود حاليا بقى فوق الطاقة بتاعة حكومة الولاية. الناس حاولوا بقدر المستطاع عشان يقدموا ما يمكن تقديمه للمواطن، الا انه الامكانيات المتاحه غير كافيه للحل مشاكل بتاعت كل الناس في كل المناطق بتاعت الولايه. للصبر بتاعهم ولتحمل بتاعهم لكل المشاكل. الان في البعوض بقى يعني طلع بكميات كبيره جدا جدا عدد لتاثير بتاعت الملاريات او ازدياد بتاعت الملاريات، وكذلك الثعابين بقى يلدف الناس، ودي بقى له تاثير كبير جدا جدا. انا ارجو من كل الخيرين، من كل الناس الانسانيين ان يخشوا ويقدموا ما يمكن تقديمه لشعب شمال بحر الغزال. شكرا جزيلا. Thank you.
Hey!